وانا قبل ما اسرق بقول لابويا على مكانه ميعاد السرقه، فيجي ايه بقى ايه يقبض عليا، فاروح اقضي معاه بقيه اليوم في القسم بقى، وايلام بقى وشلاليط وافيان. بص بيدلعني. يا فرحه امك بيك، يعني انت مبلغ ابوك ان احنا بنسرق دلوقتي؟ طبعا، ما اقدرش اعدي يوم من غير ما اشوف ابويا. يا ابني ما كده هيتقبض علينا. ما تخافش، ابويا مخبر هطلعه. حلو قوي يا ابني، انت مجنون. يتقبض علينا. اوكي يتقبض علينا، ونروح بقى ايه، نقف كلنا عرض بقى قدام وكيل النيابه، نقف كلنا كده وتيجي المجني عليها بقى الخدامه. الخدامه بقى تخش بقى وكلنا عرض كده، وانا واقف بقى في وسطهم ايه وبعمل كده يعني. تقوم معديه، بس لازم تعديني، واول ما تعديني ترجع تاني بسرعه تقول وحوش وحوش، وتقوم مخربشاني. اما تخربشني اقوم قاتلها، بس قبل ما اقتلها خربشها زي ما خربشتني. ده مديحه كامل مأثره في حياتك بشكل كبير. ما هو اعمل ايه طيب يا جدعان، ما تقرفوناش يا جدعان. هو الدكتور اللي قال لي والله العظيم لو ما عقلت المعلم هيجي من فوق. بص يلا، لو ما عقلتش انا هخلص منك. ايه ده، ما انت معاك بتقتله اهو، بتقتله يا ابني. انت فاكر ده مسدس؟ امال ده ايه ده؟ لا ده مكنه خياطه، بجيبه بس نرف حاجه نعمل واحنا شغالين. والنبي بعد البتاع ده عني، والنبي ابوس ايدك يا جدعان. ركزوا معايا، والنبي المعلم تمساح، عارف المعلم تمساح؟ ايوه يا عم، بتاع ناشونال جيوغرافيك. انت عارف المعلم تمساح؟ ايوه عارف التمساح ده. كان عندي تمساح ب 15 قرش بلاستيك صغير كده، حطيته في بطرمان ميه، فضل يكبر يكبر يكبر، كسر البطرمان، حطيته في بانيو، فضل يكبر يكبر، واول ما كبر خالص قام مخربشني. قمت مخربشني خربشني، جيت اقتله لقيته بلاستيك ما ماتش. ايه يا ابني الخربشه، انت مولود على قطه؟ ما تعال يا حبيبي، اقعد. معلم تمساح ده اللي احنا بناكل من خيره. ايوه اللي مربينا. ايوه احسن واحد بيعلم السرقه، مش عارفينه. ده اكاديميه يا جدعان. اكاديميه التمساح، اكبر اكاديميه لعلم الاجرام. اكاديميه التمساح، نؤهلك الى الدخول الى الاجرام بكل سلاسه. اكاديميه التمساح، نعلمك نطه الثقه عليها ما يهدي. اكاديميه التمساح، اذا لا قدر الله لم يتجاوز الطالب المرحله الاولى ستعاد الثانيه مجانا. مجانا مجانا ستعاد مجانا. نعمل البر خلاص. مجانا. انت هتكرر لي كل الاعلانات. ما خلاص قلت اشرحه لكم. ما هو عارف المعلم تمساح. عارفينه، ده راجل حنين قوي، لو جه انا كده هيقسى علينا. يا جدعان ده بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. ايه؟ بيشيل اللقمه من بقه بعد ما يحطها في بقه. يا يا رب على الغباء، انت فهمت ايه يا ابني؟ ايوه يا عم فهمت اللي انت قصده، اللي هو بيحط اللقمه في بقه ويحط فيها لسانه وبعد كده بين سنانه ويدهنا. يا نهار اسود. يا يا لا لا بص، انت هتفهمني، انا قصدي ان هو راجل اصيل بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. يا تفو. انا فهمتك. بص انا هفهمك. تفو يا ابني افهم. تفو مش قدامي. بس يا ابني. يا معلم لو جينا انا ما سرقناش هينفخنا. يلا ندور عليه نشوفه راح هنا ولا هنا. ماشي يلا. جاهزين؟ جاهزين. دور عليه في اي اوضه من دولت. يا معلم تمساح. معلم معلم تمساح. يا معلم يا معلم تمساح. يا معلم تمساح. ايه لقيته؟ لا يا معلم تمساح. 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 ها لقيته؟ لا. طب ما لقيتش الشغاله؟ يا عم شغلت ايه طيب يا معلم؟ يا معلم تمساح. 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 مش انا واقف جنبيكوا؟ ايوه. مش انا واقف جنبيكوا؟ ايوه. ده امال ايه؟ امال ايه يا معلم تمساح؟ يا معلم انتوا مش شايفيني يالا؟ ايوه يا معلم. انتوا اول مره تجوا لي يالا؟ ايوه يا معلم. اصل ما كنا ايه؟ ايوه يا معلم. ايوه ايوه. انتوا مش اول مره تشوفوني؟ ايوه. انتوا اول مره تشوفوني؟ يا معلم يا معلم. ها 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 يا معلم. ولا 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 اصل انا بلا لا لا. ايه الواد الاهبل ده؟
يا معلم ادينا فرصة نتكلم، احنا فاكرينك واحد تاني بس. واحد تاني ايه؟ على اساس ان احنا واقفين في الشارع مش دي الشقة اللي احنا داخلين نسرقها؟ أيوة. هيبقى في واحد معدي كده هو يعني من غير ما نعرفه؟ او هنلاقي التلاجة معدية؟ لا الغسالة معدية؟ ولا ممكن مثلا يكون واحد معدي من غير ما احنا ما نبقى واخدين بالنا؟ ولا مثلا ممكن يبقى في تلاجة معدية؟ خلاص فهمنا يا معلم. ولا يكون في غسالة معدية؟ فهمنا اقسم بالله. يعني ايه اللي دخل واحد هنا غريب مثلا الشقة؟ يعني دي مش شقة؟ مش على الطلب التلاتة فهمنا يا معلم، احنا اسفين. احنا مش عايزين نضيع وقت، انا بكره الرغي. ايوه. انا بقول لكم اهو. ايوه يا معلم. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اكل انت جايبه لنا؟ اه. يا علاء. يا. يلا كل يلا. لا ما انت بتاكل الاكل وتطلعه تاني من بقك وتجيبه لنا؟ يا. انا اعمل كده ليه يا ابني؟ ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ هو الواد ده اللي قال لنا. انت قاعد بتقعد تقول لهم اي حاجه يالا ولا ايه؟ انا كنت بنفخ بس فيك يا معلم. ده يالا شويه محشي لقيتهم في التلاجه، قلت بدل ما يحمضوا اكلهم انا، امال هسيبهم يعني في التلاجه؟ ما انا اصلي لو سبتهم في التلاجه ممكن يحمضوا. عرفنا يا معلم. اه ما انا عشان كده قلت اكلهم انا بدل ما يحمضوا بقى. والله عرفنا خلاص. لان عارف لو انا سبتهم في التلاجه ايه اللي هيحصل لهم؟ هيحمضوا. ايه ده؟ لا ما انت يالا ده انت ذكي يالا. اه ما شاء الله. ايوه احنا هنقعد نرغي؟ هنقعد نرغي؟ لا يا معلم. عايزين نشوف شغلنا يالا. ماشي يا معلم. عايزين نشوف شغلنا. ما تقلقش انا عامل تحدي. اه عامل تحريات، مفيش حد هيجي من البيت ده، كلهم في عيد ميلاد. حلو قوي. اوعى لا حد يجي هنا اهو مثلا غصب عننا من غير ما ناخد بالنا ويخش علينا، بتبقى مصيبه. لا لا عمري خستعت معاك قبل كده. اوعى تخستع معايا يا لا. لا يا معلم. ايه ده؟ ايه صوت الزماره ده؟ بعد ما قلت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معلم. معلم ايه؟ ايه صوت الزماره ده؟ ايه ده؟ ازاي عرفت ان في صوت زماره؟ انا بتنبأ. يا اخي بحس كده ان في زماره اتزمر يا اخي. علم واستاذ. نرجع لموضوعنا. ايه صوت الزماره ده؟ يمكن العروسه جت من الكوافير. يا ابني عروسه. عروسه ايه يا ابني؟ ايوه بيب 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 بيب. والزينه بقى. احنا جايين نسرق يا ابني مش جايين فرح. هبص انا الصوت ده. عايزك تبص لحسن يكون اصحاب الشقه جم. ماشي. هتودينا في داهيه، لان لو صحاب الشقه جم هيلاقونا هنا هيودونا في داهيه. ماشي الحق. عايزك تروح تبص بسرعه. ها وتيجي تقول لي يلا. ماشي. بقول لك ايه؟ عايز الحق ابص يا انت معلوم. لسه ما روحتش يالا. هروح يا معلم. انت لسه ما بقول لك إيه؟ ايه انا كلامي ما بتسمعش ليه يالا؟ والله انا رايح بترجعني. مش انا قلت لك روح بص شوف دول اصحاب الشقه ولا لا؟ ماشي. يبقى انا عايزك تروح تبص بسرعه شوف دول اصحاب الشقه ولا لا. ماشي يا معلم. هتعمل ايه؟ هروح اتنيل ابص اشوف اصحاب الشقه جم ولا لا. انا قلت لك تنيل يا معلم والنبي. يلا روح بص. ماشي. ربنا يستر. ربنا يستر. ربنا يستر يا معلم. مين يا مصيبه يا معلم مصيبه. ايه اصحاب البيت جم؟ ده اللي انا كنت خايف منه. بقول لكم ايه؟ احنا لازم نستخبى بسرعه. احنا مش هنلحق نهرب. كل واحد يستخبى في حته ما يقولش للتاني عليها، عشان لو التاني ده اتمسك ممكن يقول للاولاني فين المكان الاولاني بتاع التاني. لان ممكن اول واحد مثلا يتقبض عليه يقول لهم ده في الشقه بتاعتي وده في الاوضه ايه وده في الاوضه ايه. لكن يبقى كل واحد يستخبى، يستخبى مع نفسه ما يقولش للتاني، يستخبى في اي حته. الفيلا باربع سلالم يا معلم، زمانهم طلعوا الفيلا باربع سلالم بس. طب يبقى نستخبى بسرعه. أيوة. بس وانتم بتستخبوا اهم حاجه ما تقولوش لحد، لان انا ده حصل معايا قبل والله كده. والله حصل معايا قبل كده. كنت انا قبل كده في شقه. أيوة. وكان معايا ناس قلت لهم استخبوا فهم ما استخبوش. استخبوا في سلمتين راحوا كده يا معلم. اجري بسرعه استخبى. يلا استخبى. يعني اصل ده حصل لي عارف سنه 69 تقريبا. انت قلت لهم؟ اه قلت لهم يلا استخبوا 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 بسرعه. ها استخبيتوا؟ استنى حله المحشي. خلاص ما تعيطيش بقى يا حبيبتي بقى، والنبي ما تعيطيش بقى. خلاص بقى يا حبيبي ما تعيطيش بقى خلاص. ما عيطش ازاي يا ابو ياد؟ ما عيطش ازاي؟ عيد ميلادي بس النبي السنه دي السنه باظ خالص يا ابو ياد. معلش يا حبيبتي هو باظ، هو بس عشان مدير النادي بس. افضل ادادي وحي بس يا حبيبي مش عيط بس. بس يا حبيبي انت حلوه خالص. هو بس المدير بتاع النادي. امشي يا مدير امشي يا وحش خلاص. هو وحش ماشي.
الراجل اصر يلغي العيد ميلاد عشان خاطر انت هزقتيه برضو يا حبيبتي. هو انا قلت له ايه يا مياد؟ قلت له ايه يا حبيبتي؟ ما انت بتقولي له انت راجل فاسي، مش ممكن. ايوه فيها ايه؟ انا قلت له انت راجل فاسي. طب ينفع كده؟ انا لما اقولها يا حبيبتي غير لما انت تقوليها. ايوه فيها ايه كلمه فاسي؟ ايش بقى ايه القرف ده؟ الدادي كله جري من حوالينا. انا بقول فاسل. ايوه ما انا قلت له يا انا قلت له انت ياجي فاسي فاسي. يا حبيبتي الكلام كله ليه معنى، دي ليها ريحه، فهمتي يا حبيبي؟ ما انا كنت بقولها لاصحابي واحنا صغيرين وكانوا بيموتوا بالضحك. عشان كده يا حبيبتي كانوا بيضحكوا. بصي بقى، لما تعوزي تشتمي حد تاني قولي لي وانا اشتمهولك. اوكي يا مياد، انا قلت لك هاتي دكتور يظبط لك الكلام. ما انا جبت يا حبيبتي دكتور عشان خاطر يظبط لك الحرفين، وقع مننا 8، اعمل ايه؟ وانا اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه، انا اللي هساعدك، سيبك من الدكتور ده. ماشي، قولي ورايا سيس سيس. طب ما انت حلوه اهو. انا مش لدغه في حرف سي. طب انت لدغه في ايه بالظبط، تحددي. انا لدغه في حرف يه وحرف يام. طب ايه عارفينها؟ ايه يام دي؟ حرف يام. ايام ايام شاهين. يا مياد ايام ايام وبنعيشها عمرو دياب. يا مياد لا، ايام زي كلمه ياي. سحر عيونه ونظراته اول ما تلاقينا عيني بعاي. ما انت ساعديني يا حبيبتي ساعديني. يا مياد زي كلمه كيب 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 كيب. لا يا حبيبي، كيب كيبي هو كيب هو هو هو. لحظه يا حبيبتي، يا دكتور دي بتهوهو، ده مش فاضل لها غير الهو والواو، حرام عليك. لا قوم تعالى دلوقتي حالا، انا عايزك يلا فورا تيجي. بصي بقى انا هقول لك حاجه، إيه؟ ارسمي الحرف اهو، حرف يام يام. والله العظيم حرف اللام. انا عرفت حرف اللام. ايوه يا مياد. طب يا حبيبتي قولي كلب هوهوي. لا بهزر. بقول لك إيه؟ ايه ركزي، قولي مرياله 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 مرياله. طب وبعدين؟ طب هنعمل ايه في اولادنا؟ طيب هنربيهم ازاي باللدغه دي؟ ايه ابننا لما يرجع من المدرسه ايه؟ انا اللسان يا باص. انت بقيت تكيوني يا مياد، بتكيوني وبتضيق عيالي. لا اللي مش كره هنا انا احبه احبه احبه. انت بتضيق عيالي. لو انت من احبه حبيبي بقى كفايه. بصي بصي خلاص، انا هعمل لك عيد ميلادك هنا اهو في البيت، انا عزمت اعضاء النادي كلهم يجوا هنا. بجد هيجوا؟ اه. طب احنا مش عندنا حاجه نقديها لهم. لا انا جبت سعيد السواق قلت له يجيب كل التورت والساليزون والحاجات كلها بتاعت العيد ميلاد يحطها لنا هنا عشان اصحابنا. حبيبي يا ربي يخليك ليا. مين بيحب مياد؟ انا. مين بيحب زينب؟ مياد. مين بيخون زينب؟ مياد. انا احب زينب، انا كنت يا خيوشي يا خيوشي يا خيوشي. كاكو داهية في تقلي دمكم. يلا يلا حبيبتي بقى امسحي وشك عشان نطلع نستقبل الضيوف. يا انا هروح اظبط شاي وانت استقبلهم. طب ياي ماشي باي. اطلع يا عم باشا. يا مراد باشا. يا مراد باشا ارجع. انت فين يا مراد باشا؟ يا دي اليوم الاسود اللي من اوله. هات يا سعيد الباتون شاليه، سعيد يروح يجيب الباتون شاليه. عايزين شاليزو يا سعيد، سعيد يروح يجيب الشاليزو. يا دي اليوم الاسود على عيد ميلاد المهبب بتاع الاليسه زينب دي. اشفخ عليك يا سعيد. انت بتشتمني يا سعيد؟ ما اقدرش. بتتريق عليا انا ومراتي يا سعيد؟ والله يا باشا ما اقدر اتريق على الاليسه مرات حضرتك. نعم يا اخويا؟ والله ما اقدر اتريق على الاليسه مراتك يا باشا. الاليسه مراتك؟ انا اسف. اسمها الانسه مرات سعادتك. انا اسف يا باشا. يا حلوف. انا اسف يا باشا انا اسف. جبت الحاجه؟ جبت يا باشا الحاجه، جبت المكسرات وجبت الشاليزو وجبت حمصيه وجبت شمسميه. يا ابني هو مولد النبي يا ابني، انا بعتك دي بحاجه العيد ميلاد. ايوه يا باشا صح، العيد ميلاد جبت البوشومات وجبت الشاليزو وجبت الباتون شاليه. جبت التورته؟ لا دي ما عرفتش انطقها. على رايك اه ما عرفتش انطقها. انا اسف يا باشا. بقول لك يا باشا والنبي كنت عايزك في موضوع. نعم. استفسار صغير كده. ما تقول يا ابني بتقول ايه؟ استفسار صغير. ايه؟ استفسار صغير. فشار حجم صغير؟
لا استفسار صغير يا باشا. استفسار؟ ايوه استفسار صغير. قول كتك ده في لسانك. انت بتديني كام في الشهر؟ 4000. حلو قوي يا باشا، انا بستخدم 3000 بس في الشهر. حلو، في 1000 احوشهم؟ لا انا عايز اعمل بيهم حاجه. هتعمل بيهم ايه؟ عايز اجيب سواق. سواق؟ اه يا باشا سواق يوديني ويجيبنا الشغل سوا ونروح ونيجي. وانت هتعمل ايه؟ لا باشا انا هقعد معاك بقى في الكربه الورانيه ورا ونقعد نقرا الجرانين سوا. ايه تقرا اليوم السابع؟ لا هقرا المصري اليوم. اثبت يلا. انت بتعرف تقرا؟ يا باشا لا انا ما بعرفش اقرا، انت اقرا بصوت عالي. وانت تسمع؟ لا انا هتفرج على السوا. انت متخلف وهتجيب لي شلل. ولا روح يلا امشي من هنا قدامي. يا باشا طب والنبي طلب تاني صغير والنبي يا باشا. امشي امشي يلا. والله طلب صغير قد كده. اخلص. عايز اغني. ما بقاش الا انت اللي تغني يلدغ يا حيوان. يا باشا والله العظيم ده انا بفكر اقدم في الزابويس. تقدم في